أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، آمين رب العالمين. ذهب النبي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام إلى الطور لمناجاة الله تبارك وتعالى والاستلام الألواح والتوراة التي فيها النور والهدى وفيها دستور ومناهج الحياة والقوانين والدستور لنظم معيشة بني إسرائيل وما فيها من سائر الأمور الأخلاقية والعبر والمواعظ وما أشبه ذلك مما ترتبط بشؤون الدين والدنيا والآخرة. كم طالت فترة غياب النبي موسى عليه أفضل الصلاة والسلام؟ الموعد الذي وعده الله تبارك وتعالى كان 30 ليلة، ولكن تم تمديد هذا الموعد ب10 ليالي، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10، فتم ميقات ربه 40 ليلة. طبيعي الإنسان بعض الأحيان يمدد الفترة، واحد يقول أنه أنا أسافر أسبوعيا، بعدين يمدد إلى أسبوع آخر. أكو حكمة هنا، من الأول كان غرضه يسافر 3 أسابيع، ولكن لحكمة معينة يبين أنه راح يسافر 3، يسافر أسبوعين، بعدين يظهر أن الموعد شنو كان أكثر من هذا. إثبات شيء لا ينفي ما عدا. إذا أنا قلت أسافر أسبوعين يعني لا أكثر، لا، ما عنده شيء مفهوم. يقولون العدد لا مفهوم له، يمكن إضافة شيء آخر، يمكن التمديد، وهذا في أعرافنا قضية طبيعية. الله تبارك وتعالى لحكمة أظهر لهم أن الموعد 30 ليلة، وبعد ذلك مدد وأظهر أن الموعد الحقيقي شنو 40 ليلة. شنو الحكمة؟ حكمة الامتحان. هذا نوع من أنواع الامتحان، حتى واحد يشوف ذولا شنو يسوون في الفترة الممددة، هل يصمدون أم لا ينهارون. لذا الله تبارك وتعالى خاطب النبي موسى صلوات الله عليه وقال له، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، احنا امتحناهم اختبرناهم، وأضلهم السامري. سامري شنو؟ خدعهم، سبب الانحراف. كم واحد من بني إسرائيل انحرف وسقط في هذا الامتحان؟ في بعض التفاسير 600,000 واحد سقط في الامتحان. كم واحد صمد ونجح في هذا الاختبار الإلهي؟ فقط 12,000 واحد.
600,000 واحد سقطوا، 12,000 واحد نجحوا. يعني من كل 50 واحد رجل واحد بقي مستقيمة. امتحنهم الله تبارك وتعالى لتظهر حقيقتهم. لازم المكنون يتبين، ما في عمقهم يظهر. نفوس هؤلاء بني إسرائيل كانت تألف الوثن، كانوا يحبون الأصنام، يعيشون في بيئة كلها فيها أصنام. منذ الصغر يشوفون الأصنام ويشوفون عبادة الناس لهذه الأصنام، فتغلغل حب الأصنام في قلوبهم. لذا بمجرد ما جاوزوا البحر بعد تلك المعجزات اللي شافوها من النبي موسى صلوات الله وسلامه عليه، الآن أغرق الله فرعون الطاغية الذي كان يدعي الربوبية قدام عينهم، بمجرد ما عبروا البحر شنو طلبوا من النبي موسى صلوات الله وسلامه عليه؟ فلما جاوزوا البحر وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، اذكروا، شافوا جماعة دي يعبدون أصنام، اذكروا وإحنا أيضا في تلك المرحلة كنا نألف الأصنام، شوفها نحبها. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. أنتم مجموعة جهلة. لذا على الإنسان أن ينظف البيئة التي يعيش فيها. الإنسان منذ الصغر البيت لازم يكون بيت نظيف، بيئة طاهرة خالية من المحرمات. البيئة مؤثرة على الإنسان. الإنسان الشيء اللي يشوفه، الشيء اللي يسمعه، الشيء اللي يفكر به، هذه الأمور تشكل شخصية الإنسان بمرور الزمن. الطفل الصغير في البيت حتى لو رضيع كان، أبوه وأمه يشاهدون التلفزيون، هذه الصور تنطبع في ذهنه. ماذا يشاهدان؟ تنطبع في ذهنه. ماذا يستمعان؟ تنطبع في ذهنه. بمرور الزمن يألف. لذا يكبر في بيئة فاسدة وهو فاسد. إله شيء أرضية، يعني مو جبرا مو قهرا، ولكن إله هذه الأرضية، ينجذب نحو الفساد. يكبر في بيئة صالحة ينجذب نحو الصلاح. السامري استغل نقطة ضعف بني إسرائيل وأضلهم السامري. شنو سوى السامري؟ السامري استغل نقطتين. النقطة الأولى ضعف بني إسرائيل تجاه الأصنام، نفسيتهم تحب الأصنام، وأشربوا في قلوبهم العجل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية غياب القائد. القائد ما موجود، الموجه ما موجود، تأخر عن الموعد. استغل هاتين النقطتين وأضلهم. ماذا فعل؟ صنع عجلا. من ماذا؟ من حليهم. أمر أن يجمعوا الحلي، اللي بعدين راح نجي نبين تفاصيل ذلك إن شاء الله في الآيات القادمة. أمرهم بجمع الحلي
وصنع منها عجلة وادعى أنها الإله فعبدها أو فعبده بنو إسرائيل. قاموا يعبدون هذا العجل. إضلال السامري هذا هو السبب الأول. السبب الثاني جهل بني إسرائيل. أمة جاهلة، الأمة الجاهلة تخدى. قال إنكم قوم تجهلون. سؤال: ألم يكن بإمكان الله تبارك وتعالى أن يحول بين السامري وبين فعله بالقوة والقهر؟ ألم يكن بالإمكان أن يحول الله تبارك وتعالى بين بني إسرائيل وبين عبادة العجل بالقوة والقهر؟ بلى، كان يمكن ذلك، ولكن ما كان يصير امتحان بعد، ما كان يصير هنالك اختبار. الدنيا خلقها الله تبارك وتعالى للامتحان وللاختبار. الله تبارك وتعالى خلى بين السامري وبين فعله، وخلى بين بني إسرائيل وبين انحرافهم. لماذا؟ لتظهر دفائن عقولهم. ماذا يفعلون؟ هذا النوع من أنواع الامتحان والاختبار. الدنيا دار اختبار، كل إنسان في هذه الدنيا معرض للامتحان وللاختبار. لماذا؟ إن الامتحان والاختبار والفتنة طريق للوصول إلى الدرجات العالية. طفل بالصف الأول الابتدائي يريد ينتقل إلى درجة أعلى، صف أعلى، كم امتحان يمتحنون؟ من الصف الأول إلى الصف الثاني كم امتحان لازم يمتحن؟ شوية يريد يرتقي، عشرات الامتحانات طول السنة حتى يشوفون مؤهل للارتقاء أم لا. من المرحلة الابتدائية يريد ينتقل إلى الثانوية، يريد ينتقل إلى الجامعة، يريد يصير طبيب، كم امتحان لازم يمتحن؟ لازم يمتحنه وينجح في كل هذه الامتحانات. يريد يصير طبيب. أنتوا تريدون تسلمون بيد أرواح الناس المرضى، هاي قضية خطيرة. ما يحتاج إلى امتحان، ما يحتاج إلى اختبار، ما لازم تظهر مؤهلات هذا الفرد، هل يستحق هذا المنصب أم لا. يريد يصير وزير، يريد يصير نائب، يريد يصير محافظ، يريد يصير رئيس الوزراء أو الجمهورية، أو يريد يصير مستشار. ما لازم يكون عنده كفاءة. شلون تتبين كفاءته؟ بالامتحان، بالاختبار، مو بالفلوس، مو بالرشاوي، مو بالصداقة، وإلا يهلك ويهلك. أما إذا مؤهل شنوه؟ ينجي الجميع، ينجو وينجي. إذا مناصب دنيوية قصيرة المدة، إيش قد يبقى بهذا المنصب؟ 10 سنوات، 20 سنة، 50 سنة، طول عمره بعد مو أكثر. إذا مناصب دنيوية قصيرة المدة بحاجة إلى عشرات الامتحانات والاختبارات، منصب أخروي عظيم ما يحتاج إلى امتحان. القرب إلى الله تبارك وتعالى هذا مو مقام عظيم، هذا مو منصب عظيم. ورضوان من الله أكبر، الوصول إلى هذه النقطة رضوان من الله أكبر.
الجلوس على مائدة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. أنتوا تروحون ما عندكم مؤهلات، يقعدوكم يم الملك، أصلا يدخلوكم عند الملك حتى يم صف الأحذية ما يدخلون الإنسان إذا ما عنده مؤهلات، ما عنده كفاءة. فيريد يجلس على مائدة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا ما يحتاج إلى مؤهلات، ما يحتاج إلى كفاءة. شلون تتبين كفاءته؟ بحاجة إلى امتحان. الله تبارك وتعالى اعتباطا ما يصعد الأفراد. إذا ما عنده مؤهل، إذا مو مؤهل، ما عنده كفاءة، لا يمكن أن يرتقي إلى الدرجات العالية. ولذا ونبلوكم بالشر والخير فتنة، اختبار. الشر اختبار، الخير اختبار. المرض، المصائب، المشاكل، الفقر، تأخير حاجة الإنسان، تأخير قضاء حاجة الإنسان، كلها نوع من أنواع الاختبار. نشوف أنت شو تسوي في هذه المشاكل. الخير أيضا اختبار، إذا أعطاه الله تبارك وتعالى مالا أو علما أو جاها أو وجاهة أو مقاما حبا بين الناس، أعطاه الحب في قلوب المؤمنين، هذا خير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، هذا خير. الله دا يمتحنا لننظر كيف تعملون. أنت تريد ترتقي إلى الدرجات العالية في الجنة، وتلك الجنة نورثها للمتقين، تلك الجنة التي نورث من عبادنا منو؟ من كان تقيا. كيف يظهر أنه كان تقيا؟ بالاختبار، بالامتحان، بالفتنة، هل يصمد أو لا يصمد؟ وكل إنسان اختباره بحسبه، كل واحد الله فتشكل يمتحنه يختبره. فرد واحد يختبره بالعلم، كم يوم ينطي علم يشوف شنو يسوي، يفقد توازنه لو لا. هسه أنا ما أمثل العلماء من الدرجة الأولى، لا، أمثلة بسيطة. بعض الأحيان واحد يضيع نفسه شوي صار عالم. إجاني واحد من الشيبة، مو كل الشايب، يمكن 60 سنة عمره، بالحرم بعد الصلاة قبل فترة يمكن سنة أو أكثر أو أقل، قال لي سيدنا أنا عندي مجموعة من البنات والأولاد، كبرتهم، دخلتهم للمدارس، تخرجوا من الجامعة، عندي 3 بنات، يمكن قال 2 من الأولاد أيضا ما أذكر تفصيلها الآن، تخرجوا من الجامعة، زوجتهم، انطيتهم بيت، انطيتهم سيارة، الآن يتكبرون علي، يتكبرون علي وعلى أمهم بالذات، كان يركز على بعض أولاده. هم داخلين جامعة بفضلي، أنا ما داخل جامعة، رجل عامل، بس مو أنه جاهل، مو أمي، يتعاملون معي كأنني مخرف. هذا هو، طبعا رجل كان مستقيم كامل عاقل، يقول هذا يألمني وقت اللي نقعد عائليا ما يديروا لي بال. هذا شنو؟ هذا امتحان، هذا اختبار. أنت البنت المتخرجة من الجامعة، أنت الابن المتخرج من الجامعة، الله شوية منطيك علم. أبوك هذا العلم ما عنده، بس مقام الأب مقام عظيم، تواضع أمامه، هذا مو اختبار.
هذا اختبار علمي. أدين أن تصعدوا من ذول الفتيات والشباب الجامعيين والجامعيات، اصعد إلى أن يصير مرجع تقليد. هل يفتخر على صاحبه أو يتواضع؟ هل يدفع صاحبه أو يتواضع؟ هذا اختبار. إذا شفته يدفع صاحبه بمختلف أنواع الدفع سقط في الامتحان كائنا من كان. الله تبارك وتعالى بعض الأفراد يمتحنهم بالمال، شوي يعطي فلوس، قارون منو كان، الله شوي أنطاه فلوس. عندنا بعض النماذج المعاصرة، ما أريد الآن أبين بعض التفاصيل، شايفين أنتو فرد واحد ما كان عنده في يوم من الأيام شيء، فرد مرة الدنيا أقبلت عليه، شوية انطوت شم فلس، ضيع نفسه، ضيع كل أصدقائه، بعد ما يعرفهم. بعض الأفراد الله يمتحنهم بالمنصب، ينطي قلم يوقع بس، وفرد كرسي وفرد ميز قدامه، طاولة قدامه، فارق عني هو هذا الميز، الفارق بيني وبينه هذه الطاولة، قلم بيده يوقع. صديقك 30 سنة بعد ما يعرفك، خلاص ما يعرفك، غريب. ها أنا شايف وأنتم شايفين لو سامعين، الشيخ دانيال رحمة الله عليه، تعرفوا من أصدقائنا، قال هو نقل لي، توفى قبل يمكن سنة سنتين، قال أنا كانت عندي قضية في الدائرة، دائرة الحوزة العلمية في تلك المدينة، فرحت وديت الملف، دخلت في الغرفة شفت الرجل اللي قاعد خلف الميز صاحبي صديقي سنوات ندرس ويا الله، فرحت. الآن بعد ما يركضني، لأن أكو بعض الناس يركضون، الآن ما يركضني بعد، فرحت هذا صاحبي، فدخلت اتوقعت يقوم يسلم يسأل أحوالي، ما داربا سلمت على فلان عايني كأنه ما يعرفني، قلت له أنا فلان، قال تفضل أمرك، قلت له أنا صاحبك صديقك، قال ما أعرفك. خلاص يقول أصلا تعجبت انهارت، رميت الملف، قلت له هذا الملف اللي أنت لازم توقع عليه ما أريده، وطلعت برا وتركت القضية نهائية. هذا امتحان، شوف إذا يستحق التوقيع وقع له، إذا ما يستحق اعتذر منه. قوم قدر صاحبك صديقك، هذا امتحان، لننظر كيف تعملون. الإنسان في هذا الامتحان ينجح أو يسقط. الجمال أيضا امتحان، يعطيها للمرأة جمال، يعطي للشاب عضلات مفتولة، بهذا الجمال شنو يسوي؟ شنو تسوي؟ هل تنحرف أو ينحرف عن المسير؟ هل تخدع الشباب بجمالها؟ هل هو يتباهى أمام الآخرين بعضلاته وقوته؟ وهذا الجمال إش قد يدوم له؟ أم الحليس لعجوز شهربة، كم يوم بعد تصير أم الحليس انتهى أمرها، كم يوم انطوك بعدين شنو هو ياخذوا منه؟ كلها امتحان من الله تبارك وتعالى، لننظر كيف تعملون. سقط بنو إسرائيل في هذا الامتحان، وامتحان مهم كان، امتحان في التوحيد. انتهت المدة، رجع القائد النبي موسى صلوات الله وسلامه عليه، ولكن بيا حاله سمع من الله، فإنا قد فتنا قومك
وأظلهم السامري جهود سنوات عديدة فد مرة تلاشت شنو يصير بي؟ فرجع موسى إلى قومه. الآن عليه أن يواجه فئات ثلاثة، لازم يواجه ثلاث جهات. الجهة الأولى عامة الناس الذين انحرفوا وسقطوا في الاختبار الإلهي وظلوا، وهم 600,000 إنسان. الجهة الثانية أن يواجه قائد الانحراف وهو سامري وأتباعه. الجهة الثالثة خليفته هارون. كيف يواجه النبي موسى بمفرده هذه الفئات الثلاثة وكيف يتعامل معهم؟ إن شاء الله نتطرق إلى ذلك في الليلة القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.